بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. ياريت اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. كده بقى يا جماعة وصلنا الدور اللي فيه الشقة بتاعة النهاردة. اول حاجه هنا كده بيجي لنا عداد كهرباء قديم اللي هو القرص اللي هو 3 فاز. الشقه يا جماعه مساحتها 205 متر تحت العجز والزياده. نبدا بقى كده نخش ونقول بسم الله ما شاء الله. الشقه يا جماعه زي ما قلت لحضراتكم تشطيبها سوبر لوكس، 205 متر تحت العجز والزياده، 3 غرف وريسبشن كبير 4 قطع ومطبخ و2 حمام. اول ما بندخل كده من باب الشقه على اليمين بيجي لنا ريسبشن 3 قطع كبار غير القطعه اللي انا واقف فيها دلوقتي، يعني نقدر نقول 4 قطع طالع طبعا بمستوى تاني بالرخامه المستورده اللي حضراتكم شايفينها دي. هنا كده ده ريسبشن هنشوفه دلوقتي. هنا كده على طول بيودينا على الليفنج والغرف والحمام الكبير، وهنا كده الحمام الصغير، وهنا المطبخ. تعالوا نشوف المطبخ الاول. اول حاجه كده هنا على الشمال ده المطبخ اهو يا جماعه. الشقه يا جماعه بتتباع بالفرش، بالفرش او بدون، عشان الناس يركزوا في الحاجات الموجوده عشان اللي هيحتاج ان هو ياخدها بالفرش. ده كده المطبخ اهو، دي مساحته ما شاء الله مساحته حلوه جدا، وده طبعا الماسوره بتاعه الغاز قدام حضراتكم اهي، وهناك فوق كده العداد بتاع الغاز. الشقه يا جماعه مرخصه وحصه في الارض، 3 غرف وريسبشن ومطبخ واتنين حمام، كاملة المرافق كهرباء وغاز ومية، يعني فيها عداد مية خاص. هنا كده أول حاجة الحمام الصغير بتاع الضيوف، ده الحمام الصغير أهو يا جماعة، معمول نظام الحمام جوه لوحده وبره الحوض بتاع المية. هنا كده الحمام أهو. تشطيب يا جماعة بتاع بتاع المطبخ، تشطيب بتاع الشقة سوبر لوكس. ده كده الحمام الصغير. هنا كده ده الليفنج اللي بيودينا على الليفنج والغرف. تعالوا نشوف بس الاول الريسبشن ونشوف الفيو من الريسبشن، لان الشقه يا جماعه ناصيه، ناصيه على شارعين، شارع 60 متر اللي احنا جايين منه من تحت، وشارع جانبي كمان 6 متر، يعني الشقه منوره من جميع الاتجاهات. ده كده الريسبشن اهو يا جماعه، طلعنا للمستوى الثاني. هو متقسم هنا 3 غرف كبار ما شاء الله، واضح قدام حضراتكم اهو، وده الشباك ده اللي بيبص على الشارع الستة متر الجانبي. هوري حضراتكم دلوقتي بس هنشوفه من البلكونة. وهنا كده القطعة التانية ما شاء الله، القطعة الواحدة يا جماعة يجي لها حوالي 5 في 6 ما شاء الله، مساحة حلوة جدا. وده التشطيب اهو برضو من السقف، الجبسن بورد اللي في السقف ببيت النور ما شاء الله يا جماعة، حاجة شيك جدا. والشقة مساحتها في منتهى الجمال، 205 متر تحت العجز والزيادة، والتحميل بتاعها قديم كمان. هنا كده ده بيبص على الشارع اللي هو الستة متر، هوري لحضراتكم دلوقتي من البلكونة بس من على الشارع الستين متر الكبير. هنا كده بيجي لنا الجزء الثالث من الريسبشن، وده برضو الشبابيك اهي. وهنا كده في الوش البلكونة، تعالوا بقى نشوفها ونشوف الفيو على الشارع الستين متر، ونبص برضو على الشارع اللي هو الستة متر. نفتح كده البلكونة معانا. البلكونه ما شاء الله يا جماعه مساحتها حلوه جدا اهي. وده هنا كده الشارع ال 60 متر اللي احنا جايين منه من تحت اهو. وهنا كده الشارع ال 6 متر. نبدأ نرجع بقى كده تاني. طبعا مش هذكر حضراتكم ياريت اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. بعد ما شفنا كده يا جماعة الريسبشن والفيو بتاع الريسبشن، نبدأ نرجع بقى نشوف الليفنج والغرف بتاعتنا والحمام الكبير. ده كده اهو المستوى التاني اللي احنا هننزل منه دلوقتي.
برضو للتوضيح تاني، ده باب الشقة اللي احنا جايين منه اهو، وده المطبخ وده الحمام الصغير. نخش بقى هنا كده على الليفنج والغرف بتاعة النوم والحمام الكبير. ده كده يا جماعة المنطقة بتاعة الليفنج اهي، ده برضو شكل التشطيب بتاعها اهو. هنا كده على اليمين بيجي لنا الحمام الكبير، ده كده الحمام الكبير اهو يا جماعة، في البانيو الدائري ده بالديزاين ده، معمول له الديكور السيراميك ده، طلع كأنه بمستوى تاني كده، مساحته حلوة جدا الحمام. طبعا الغاز برضو وصل هنا في الحمام ده اهو، ده كده يعتبر الحمام الكبير، وده الليفنج. تعالوا بقى نشوف الغرف بتاعتنا. هنا كده بتجيلنا الغرفة الأولى. الغرفة دي يا جماعة مساحتها تقريبا 3.5 في 7 متر، 3.5 في 7 أو في 6.5 تقريبا يعني. دي كده أهي واخدة سريرين وواخدة دولاب مع التسريحة، وبرضو الفيو بتاعها بتبص على الشارع اللي هو 60 متر أهو يا جماعة. دي كده تعتبر الغرفة الأولى. الشقة يا جماعة من الشقق اللي التقسيمة بتاعتها حلوة جدا، يعني أنا أحب الريسبشن يكون منفصل عن الغرف، ريسبشن لوحده والغرف في مكان لوحدها. ده الليفنج أهو طلعنا عليه تاني. نيجي بقى هنا نشوف الغرفة التانية. طبعا بعتذر لحضراتكم إني مش هعرف أفتح الغرفة التانية بسبب إن فيها أغراض شخصية خاصة بأصحاب الشقة، فاحنا بنعتذر لكم. ان شاء الله اللي هيجي هيشوفها على الطبيعه ان شاء الله. هي مساحتها 4×4 او تزيد كمان، دي اللي هي الغرفه الثانيه. هنا بقى كده بتجي لنا الغرفه الثالثه، برده ما شاء الله مساحتها حلوه جدا اهي برده، وده التشطيب بتاعها. الغرفه المقفوله زيها كده برده يا جماعه، نفس المساحه كده تقريبا. دي كده الغرفه الثالثه، دي فيها هنا كده شباك على منور، وهنا كده فيها بلكونه جيب على الشارع 60 متر، برضه هنبص عليها. هنا طبعا هم عاملين السلك ده. دي كده يا جماعه اهي على الشارع اللي هو 60 متر. نرجع بقى كده تاني. نراجع بقى مع بعض البيانات مره تانيه كده بسرعه. الشقه مساحتها 205 متر تحت العجز والزياده، الشقه 3 غرف وريسبشن 4 قطع ومطبخ و2 حمام وليفنج والثلاث غرف. الشقه يا جماعه مرخصه وليها حصه في الارض. الشقه كامله المرافق كهرباء وغاز وميه، وفي عداد ميه خاص. الشقه في الدور السادس بلكونه بعد الارضي في برج 11 دور، وفي عندنا 3 اسانسير. الشقه عنوانها فيصل، شارع فيصل الرئيسي، محطه شارع المستشفى. الشقة مطلوب فيها بدون الفرش 2 مليون. في حالة البيع بكل الفرش الموجود فيها ده والأجهزة، سعر الشقة 2 مليون و150 ألف. ولأي استفسار أرقامنا موجودة قدام حضراتكم على الشاشة، في رقم فون ورقم فون زائد واتساب. في حالة عدم الرد على طول ابعت رسالة على رقم الواتساب، هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 9 مساء. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.